يعيش التنبلة في حي الزمالك. وحي الزمالك مسالك مسالك، تحاول تفكر تهوج هنالك، توضر حياتك بلاش المالك. لذلك إذا عوزت توصف حياتهم تقول الحياة عندنا مش كذلك. الزمالك دايما نقطة صراع سياسي اجتماعي، وده التاريخ بيبين لنا ده. قالوا لي ان الناحية البحرية بتاعت الزمالك كان عليها عيشة شخصيه، والعيشة بالتركي حاجة كلمة قريبة للزمالك. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. لا ما فيش قهاوي خالص في الزمالك، ما فيش غير ثلاث بنوك، ما فيش غير ثلاث مدارس او اربعه ثلاث. تاخد عيالك وتطلب تيجي انت فعل اللي هو احنا كنا نقدر نركب بسكليتاتنا ونلف طول النهار، ما فيش عربيه تيجي في وشنا، وكان في امان. شارع فاضية نظيفة مش مكسرة، ما فيهاش كمية ال حتى التحرش ده مش شرط انه يكون بالجيل ده. الستينات نظام الدولة الاشتراكي كان عايز يحقق العدالة الاجتماعية، فقرر تقريبا كده يعني الانتقام من المنطقة. هو انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش. شايف العمارة القبيحة الطويلة قوي 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 اللي قدامي دي، حاجة و40 دور. دي كانت فيلا، مجرد فيلا فيلج. هذا الخبر بالابتهاج والتضحيه. نظام الرأسمالي ساعتها مدارس حكومية هتخدم أطفال من بره المنطقة، وكليات بتعمل إيه بقى؟ زحمة ودوشة في قلب الحي السكني. الفيلا اللي اتأمنت من الأمراء والأغنياء. النظام في الستينات عمل مجمعات ثقافية في الفيلا دي، زي مثلا قاعدة إخناتون في قصر عيش هانم فهمي. الزمالك فيها 99% من السفارات الأجنبية والعربية، وانا الحقيقه يعني عندي نوع من الحيره، وبوجه دعوه حي للداخليه ورئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورا تنهار من سنه 91 كانت بتنهار. انا اقدر اقول من نص التمرينات يا اطهر قلب علمتينا مالك. الحي الراقي، الحي الهادئ، الحي الجميل، للأسف الشديد ما بقاش لا راقي ولا هادئ ولا جميل. يا سلام على التمشية في الحي الهادي الجميل اللي كله شجر ومباني جميلة وناس مهذبة بتسلم على بعضها. دي يمكن الزمالك الافتراضية أو الزمالك من 20 سنة. النهاردة الوضع مختلف تماماً، سكان الزمالك عندهم شكاوى كتير جدا جدا. شعار المرحلة للأسف هو القرش. مشكلة الزمالك هو قرار هنقرره كلنا، هل الفلوس كل حاجة ولا لا؟ تدخل رهيب، حضرتك بتمشي في شوارع معينة بالليل تبص للناس تقولي هم جم منين؟ هم بيعملوا ايه هنا؟ يعني مفيش مكان ليهم هنا. مرحبا
بك في حي الرب. اهلا بك في الزمالك. ان احنا النهارده اي مكان بيفتح جديد مثلا انا عندي اوكي من الحي، يعني انت اخبطي راسك في الحيط مش مهم اذا كنت انا عامل لك زحمه او عامل لك وساخه او عامل لك دوشه. احد شوارع 26 الرئاسيه في الزمالك وقت الذروه كوبري 15 مايو بيقف من ناحيتين من القهاوي دي فاتحين في وش بعض، فبالتالي واضح جدا. انا بعدي من عند مدرسه بورسعيد والحته دي عشان الف اروح بيتي شارع البرازيل. انا ممكن اسيب العربيه ركنه وانا اروح لان مدارس شركات كافيتريات دي كلها يعني امتى فتحت وليه فتحت والمصلحه مين فتحت. التحديات في الزمالك فيها مشاكل، يعني مشاكل شبكه الصرف، التغذيه، الشبكات اصلا بتقع لوحدها، في حسين من شهرين شبكه الصرف وقعت لوحدها من غير اصلا حد يحفر حاجه. لا زحمه، ولو مثلا في حريقه عربيه المطافي مش هتعرف توصل او عربيه اسعاف لانها قفلت الطريق خالص في الحته دي. وحصلت ايه؟ كل يوم جمعه الصبح بنصحى نلاقي في شجر اتقطع واقع، بيحصل مجازر شجر بقى لسبب من الحلو طبعا. طب ورونا كده. طبعا الوعي منتهي خالص، ضايع. يعني مثلا في يوفط هنا ودبابيس، وبعدين مثلا لو قدام محل او قدام حد بينظف بير. لو كانت الزمالك يا رب الزمالك اللي فيها نص مشاهير البلد ونص مسؤولين البلد بيحصل فيها كده، امال بقيه البلد بيحصل؟ كره حضرتك كويس قوي بالدستور الجديد اللي طلع وفي بند 78 والدوله ملتزمه بتحقيق رفع مستوى جوده الحياه للمصريين، ولاول مره وحضرتك يجب ان يحترم هذا الكلام، حاطط فيه في المقام الاول احتياجات الناس. عايزين نبقى closer contact معاهم، عايزين ان القرارات دي ما تنزلش قرار بيها غير لما يحصل حوار مع السكان. عملنا مع الحي ان احنا هم بعد ما بيخلصوا لم الزباله بتاعتهم ويروحوا كمان احنا عندنا العربيه بتاعتنا. المناطق اللي اتقطع منها الشجر او اللي مره واحده بقت مفرغه من الخضار يعني، فبنزرع. احنا زارعين قد ايه دلوقتي يا شيتا؟ 5 شجر. يا اللي عايز فلوسك تيجي بسرعه قوي، او يا اللي بتكسر شجره او بترمي الراتش في شوارع الزمالك، لو انت معجب ببنت حلوه كلمها حلو.